احنا ضم حوالي 50 شركة مصرح بها تقوم بالنقل الدولي للمسافرين والبضائع بين المملكة المغربية وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى. مرخص لنا من قبل هذه الجهات القانونية ومن سنوات عديدة ونحن نمارس هذه المهنة، نقوم بنقل البضائع اللي كانوا مسافرين أيضا المسافرين بين المغرب وبلدان أوروبا. منذ شهور ما بقوش يعطوا التأشيرة للسائقين. تصور احنا عندنا الرخصة معترف بنا ولكن بدون تأشيرة. حاولنا مرارا ان نتواصل معهم، نهائيا ما كاين اي فائدة. ابواب مقفلة، تالي السائقين ان واقفين، الحافلات متوقفة، اسر متضررة بشكل كبير جدا من هذه الحالة. هدفنا الان فقط أن ندق على بابهم حتى يتحاوروا معنا. إذا ما احترمناش التأشيرة يقولوها، نحترم بالتالي شروط منح التأشيرة. ما عرفناش وعلاش حبسين علينا التأشيرة، والتأشيرة ضرورية من أجل التنقل بين المملكة المغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا التي تهمنا هي وإيطاليا أكثر من غيرها. مشكل كيعانوا عندنا المشاكل اللي عندنا هي الشيفورات، كيدفعوا الفيزات وكيرفضوا لهم، وفاش كيدفع الشيفور كيبقى بالك الشيفور واخد ما هي الفيزا الاولى، كي اضعف ايمان واخد 10 الفيزات ولا 8 الفيزات، وفي الاخر ما كيعطوا كيطلب واحد ميزانيه فيها الجائحه كياخذ تقريبا واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم باش كيدفع الدوسي. ملي كيردوا كياخذ الدوسي كيعطوه الروفي، كيشدوهم هذوك الفلوس ما كيعطوش اشنو السبب علاش ردوا ليه، وما هي الدوسي اللي واخد به من قبل 5 سنوات او 10 سنوات اللي واخد به هو داك الدوسي بحال. ومن الاخر كيردوا كيعطوه الروفي وما يردوا ليه لا فلوس وما كيصيفطوا ليه ورقه عندك الدوسي ما كاملش. فلهذا احنا كنطالبوا بان يدير واحد حل بالنسبه للمهنيين لارباب النقل الدولي وارباب النقل البضائع. عندنا مشكل وكيعانيوا منه دابا الشيفورات بزاف، ودابا الحركه ولات واقفه عند الناس النقل البضائع ولا النقل المسافر. فلهذا دابا كنطلبوا باش يدير واحد حل استراتيجي، حل المناسب لهذه النقاله ولا النقل البضائع.